أعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 1.4 مليون دولار في أبريل الماضي، ليسجل 44 مليار و30 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي. كان الاحتياطي النقدي سجل في مارس الماضي 42.6 مليار دولار، ويعد هذا المستوى الأعلى لاحتياطيات النقد الأجنبي منذ مطلع التسعينيات. بهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 1.419 مليون دولار في إبريل الماضي. وكانت مصر قد طرحت في إبريل الماضي سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.